نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مركز عيسى الثقافي ندوة الضمان الصحي الوطني تجارب دولية ودروس مستقاة التي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة البحرين، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وقد رحب سموه في تصريح له بهذه المناسبة بعقد ندوة الضمان الصحي الوطني تجارب دولية ودروس مستقاة التي تسهم في فهم احتياجات القطاع الصحي وتطويره، والذي من شأنه أن يعزز المستوى الصحي في البلاد. وقال سموه إنما سوف يتم طرحه من أفكار وآراء من قبل المشاركين، إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال الهام، سوف يؤسس إلى تصور واضح ويثري تجربتنا حول طبيعة برنامج الضمان الصحي الوطني الذي نطمح إليه في مملكة البحرين، والذي نأمل أن يساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية. وشكر سموه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة وأعضاء المجلس على جهودهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي في البحرين، متمنيا التوفيق والنجاح لهذه الندوة وأن تخرج بالنتائج المأمولة منها. وقد ألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة، كلمة قال فيها: سنطرح ما توصلنا إليه بشأن مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين، والذي انطلق تحت مظلة قيادتنا الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، ورعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومتابعته المستمرة لخطواته. وأضاف أن المشروع في أول الطريق ويخطو أولى خطواته، ومن الضروري طرح الموضوع على الجميع للمشاركة لما له من أهمية بالغة، فهو يمس كل فرد يعيش على هذه الجزيرة الأبية من مواطنين ومقيمين في أهم النعم التي أنعمها الله على الإنسان، وهي الصحة. وتناول وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الخطة الأولية المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي سيتم دراستها ومناقشة تفاصيلها مع البنك الدولي الاستشاري الرئيسي للمشروع، والتي تتكون من 3 مراحل: المرحلة التأسيسية ومرحلة التطبيق الأولى، والتي تبدأ بعد إقرار النظام والقوانين من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية، والمرحلة الثالثة والتي تعنى بمقدم الخدمة الحكومية ومشتري الخدمة، مشيرا إلى أنه تم استكمال القاعدة الأساسية للمشروع استعدادا للانطلاق في استكمال تفاصيل المشروع مع الزيارة الحالية لخبراء البنك الدولي. ثم ألقى الأمير الدكتور فراس بن رعد بن زيد رئيس فريق خبراء البنك الدولي كلمة قال فيها: إن البنك الدولي يرحب بهذه الدعوة لدراسة بدائل لتطبيق نظام التأمين الصحي في مملكة البحرين، مؤكدا أن الفريق لمس تطورا ملحوظا في بعض جوانب المنظومة الصحية البحرينية وما يبذل من مساع وخدمات صحية كما ونوعا للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. بعد ذلك قدم الدكتور أنيس باريش مدير القسم الصحي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي عرضا حول التجارب الناجحة لبعض الدول في المنطقة، والتي تمت بالتعاون مع البنك الدولي، حيث حققت نجاحات كبيرة في مجال نظام الضمان الصحي الوطني. هذا وناقشت الندوة الخطوات والطرق المستحدثة في تطوير وتمويل القطاع الصحي في مملكة البحرين. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وديمومة هذا التاج تكمن في دعم السياسات الصحية المؤدية للنهوض بالقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية في علاج المواطن ووقايته، وحتى توعيته ضمن شبكة أمان اقتصادية تجنب المرضى الوقوع في مشاكل مالية لتلقي العلاج اللازم. فمشروع الضمان الصحي الوطني الذي حمله عنوان الندوة سيتكفل بتحقيق ما سبق. النظام المقترح في البحرين بالإضافة لتوفير متطلبات سابقة، فإنه سيعالج الهدر الحاصل الآن في نفقات الخدمات الطبية الحكومية، ويعزز إسهام القطاع الخاص،
ويضمن للمريض الحق في اختيار الخدمة الصحية، مما يدفع للمنافسة بين مقدمي الخدمة وبين شركات التأمين لتوفير أفضل الخدمات سعياً لرضا المريض. الهدف من هالندوة هو الاستفادة من شراكة البنك الدولي والخبراء الموجودين للاستقاء منهم والاستفادة منهم في من ناحية الدروس والتجارب الدولية في نفس المنظومة وفي نفس المشروع ألا هو ضمان الصحي الوطني. فإحنا صلنا تقريبا 3 أشهر نعمل مع البنك الدولي ومع شركاء أساسيين آخرين لوضع خطة إن شاء الله راح تستمر في تطبيقها لعدة سنوات للوصول إلى الهدف النهائي، وهو حسب الدستور وهو حق المواطن في العلاج وحصوله على الصحة بشكل رئيسي. البنك الدولي بدوره يسعى منذ المراحل الأولى لانطلاق هذا المشروع نحو واقعه القريب، يسعى إلى تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتحسين واقع المجال الصحي في البحرين ورفع جودته وكفاءته وعدالته إلى جانب استدامته. مشروعنا الآن في الوقت الحاضر يتكون من 3 مرتكزات رئيسية. هنالك مرتكز خاص بإعادة تقييم المنظومة التمويلية للقطاع الصحي في البحرين ووضع تصورات لبدائل التنفيذ وبدائل التغطية، والمرتكز الثاني يتعلق بنظم إدارة المعلومات الصحية في المملكة بين المستشفيات والمراكز وضمان موائمة هذه النظم لأنها ضرورة كبيرة لتطبيق مشروع الضمان الصحي الوطني في الأيام والسنوات القادمة. والمرتكز الثالث يتعلق بدراسة جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية العامة للتفاعل مع مشروع الضمان الصحي الوطني. ندوة الضمان الصحي الوطني تجارب دولية ودروس مستقاة لم تعجب لأمر المؤتمر الصحفي الذي تلاها لأسباب اختصت بالكشف عن جميع ما يتعلق بمشروع الضمان الصحي كمشروع وطني ورد في مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة رقم 5 لسنة 2013، يحاكي حق المواطن في الرعاية الصحية المتطورة لضمان رضاه. لتلفزيون البحرين.